صباح الخير. أولاً أنا سعيد جداً أني شارك بهاللقاء الأدبي المميز. تحيتي للمشاركين وأسرة الإذاعة والأديب كلود نصيف حرب، وبهني الجميع بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وبعيد ميلاد السيدة كلود. بتمنى لها الحياة السعيدة ودوام النجاح والتوفيق، ونحن موعودين إن شاء الله بعرس الأدب المهجري الراقي 2، يوم إطلاق كتاب كلود الثاني عيناك مرفأ لحنيني، مساء 27 شباط المقبل. وبقول لكلود إنه مرفأ الحنين رح يبقى يستقبل وما يودع، يستقبل أعمال حلوة من فكرك الراقي، وإنت شمعة مضيئة بأفكار اغترابية. مشروعي اللي صار فكرة تجاوزت الحدود، وكلود ساهمت مساهمة فعالة بأفكار اغترابية، وكانت صوت مميز وعلامة فارقة بهالمشروع. بجدد عهدي وبقول يا كلود، نحن معك، نحن نفتخر فيك لأنك أثبتتي جدارة وشجاعة، وكنتي نموذج عن جرأة المرأة الشرقية في اقتحام عالم الأدب، وهو عالم صعب. ورغم الصعوبات كانت كلود الرسالة الأدبية والرسول الإنسانية اللي بتحافظ على سمو اللغة وأناقة التعبير. وأنا بدعي كل أصدقائي وأهل الأدب والفكر ومحبي أفكار اغترابية تيشاركوا بعرس الأدب 2 مساء 27 شباط المقبل في صالة جمعية كفرحلدة الخيرية، تنكون شاهدين على رحلة أدبية مميزة انطلقت من أستراليا، من هالقارة البعيدة، وفيها منارات كتير ومرافق للحنين، ومرافق الحنين بتستقبل وبتتزين بأناديل اللقاء وليس بعد اللقاء من وداع. ألف شكر ومحبة من جميل دويهي.